هاي جايز، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده الريجي بتاعنا هيعجبكم جدا، فتابعوه للاخر. وقبل ما نبدا، اللي اول مره يشوفني، هاي انا جوي من قناه انجوي ويز جوي. بنعمل في القناه بتاعتنا طبخ يعني اكلات واعمال فنيه وحاجات مختلفه كتيره ومتنوعه جدا. ويلا نبدا. النهارده هنعمل، بمناسبة اننا بقى قاعدين في البيت كلنا، وكلنا طبعا بنحب نسهر بقى ونتفرج على افلام وكرتون وحاجات كده، فهنعمل تسالي ده طبعا بدل ما نجيب الشيبسي والدوريتس والحاجات دي، انها كلها مش مفيدة. فاحنا هنعمل مع بعض النهاردة سناكس حلوة جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي، واحلى من بتاعت برة كمان، واحلى من الحاجات اللي بنجيبها دي. عملنا قبل كده مع بعض الفشار بالكراميل والحمص اللي هو كان بتوابل وكده، ده كانوا حلوين جدا برضو، ممكن يتعملوا جنب الحاجات دي السناكس دي. فاحنا هنعمل بقى النهاردة سناكس، نوعين من السناكس حلوين جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ، عايزين نوصل الفيديو ده لايكات كتير، انا مش عارفة الرقم قوي، ممكن اقول لكم 100 لايك 150 لايك مثلا. وعايزة كومنتات كتير جدا. وطبعا بما اننا هنتفرج بقى على كرتون او فيلم بعد ما نعملهم كده، فاقترحوا عليا بقى افلام حلوة كده نتفرج عليها. فيلا نبدأ مع بعض. معانا اول وصفة واول طريقة للسناكس بتاعتنا، يلا نبدأ بالمكونات. المكونات بتاعتي معايا هنا كوباية من الدقيق، تمام، ومعايا بصلاية صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، بصلاية حجمها صغير خالص، 3 معالق كبار زيت، مش عارفة انتوا شايفين قوي ولا لا، بس هما 3 معالق كبار زيت. ومعايا هنا 1/2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 1/2 معلقة صغيرة ملح، وشوية شطة صغيرين خالص اختياري، لو حابين تحطوهم او ما تحطوهمش زودوا تقللوا براحتكم جدا. فاول حاجة طبعا هقطع البصلاية بتاعتي، هقطع البصلة بقى واحطها في الكبة، هي هحط زي ما قلت البصلاية بتاعتي مع الزيت في الكبة. فدلوقتي بقى انا يعني هقطع البصلاية بتاعتي كده وارجع لكم، تمام. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت البصلاية بتاعتي كده يعني 4 اجزاء وحطيتها في الكبة. دلوقتي هبدأ احط 3 معالق الزيت الكبار اللي انا يعني واخداهم، وهبدأ اضربهم، وعايزاهم يبقوا ناعمين خالص، فانا اول ما ينعموا خالص خالص هرجع لكم. طبعا هضربهم بعد ما يعني بره الفيديو عشان الصوت، هضربهم وارجع لكم، تمام. زي ما انتم شايفين كده انا ضربت البصل مع الزيت، ضربته كويس جدا جدا جدا، وزودت معلقة زيت كمان لاني انا كنت عايزاه يبقى يعني مفهوم خالص خالص وناعم كأنه كده يعني سايل شوية، فزودت معلقة كمان من الزيت. طبعا البصل بيوجع العين قوي، فانا عيني وجعاني. فدلوقتي انا هبدأ احط الدقيق بتاعي، كوباية الدقيق، مش هحتاج اي سوائل تاني غير بس الزيت اللي انا كنت حطاه اللي انا حطيته في الاول. وهبدأ احط طبعا الملح والبيكنج باودر والشطة، زي ما قلتلكوا الشطة دي اختياري، اختياري يعني حابين تحطوها ولا لا. هبدأ طبعا يعني ان انا اضربهم في بعض وارجع لكم، تمام. زي ما انتم شايفين كده بس يعني خليتها تضرب ضربتين كده في الكبه، بحيث ان انا اخلط كله في بعضه، وبعدين طبعا طلعتها هي لسه هو ملزقه، تمام. هبدا اعجنها بزيت، احطها على الرخام بدقيق، سوري انا اسفه، الرخامه بتاعتي عليها الدقيق. وزي ما قلت لكم بس انا ما حطيتش سوائل تاني غير الزيت اللي انا استخدمته في الاول. هبدا اعجن، انا عايزه العجينه بتاعتي تبقى ناشفه، هبدا يعني ازود دقيق كده لحد ما اعجنها ما تبقاش بتلزق، تبقى يعني ناشفه، تبقى صعبه ان انا يعني
اعجنها ما تبقاش طريه في ايدي كده عشان في الاخر تبقى مقرمشه. فهبدا اعجن فيها كده شويه شويه. انا حطيت معلقه من الدقيق تمام، وبس دلوقتي بعجن كده. طبعا هعجن بالدقيق اللي معايا وبعد كده ازود تاني تمام، هعجنها وارجع لكم. تمام زي ما انتم شايفين كده عجنتها كويس جدا. انا خدت معايا 3 4 معالق دقيق، ممكن ازود كمان شويه دقيق تاني. احنا مش عايزينها تبقى يعني طريه قوي وسايبه كده، احنا عايزينها تبقى ناشفه شويه عشان زي ما قلت تقرمش. ممكن بس ازود حبه دقيق عليها كده وابدا اعجنها. طبعا بنحط دقيق واحده واحده علشان ما بقاش حطيت دقيق كتير قوي وفي الاخر الاقيها نشفت خالص وما اعرفش يعني اعمل فيها حاجه، لان انا مش حاطه ولا ميه ولا حاجه، فمش هعرف ازود ميه يعني واظبطها. فعشان كده ازود واحده واحده. العجينه بتاعتنا يعني بصل وزيت ودقيق وملح وبيكنج باودر وحبة شطة، ده لو حابين. يعني شايفين سهلة جدا جدا وما بتاخدش وقت خالص. تمام انا شايفة كده تمام جدا. زي ما انتوا شايفين كده بقى هحطها في حاجة كده يعني شوية، اسيبها ربع ساعة ترتاح ربع ساعة كده تمام. ممكن الفها كده ببلاستيك تمام، واسيبها كده ربع ساعة ترتاح. وطبعا قبل ما اقطعها يعني ابدا اشتغل فيها هسيبها ربع ساعة زي ما قلت لكم وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده دي العجينة بتاعتي بعد ما سبتها ترتاح ربع ساعة. زي ما انتوا شايفين هاخد هقسمها نصين علشان بس يعني اعرف افردها كويس. تمام هحطها كده بين كيسين مفتوحين. وهبدأ بالنشابة بتاعتي افردها. عايزة السمك بتاعها ما يبقاش تخين قوي ولا رفيع قوي، بس يعني تبقى مش رفيعة جدا، يعني هتشوفوا دلوقتي تبقى كده. مثلا هفردها كويس وارجع لك. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا اهو فردتها تمام، فردتها زي ما قلت لكم. هبدأ اشيل البلاستيك اللي فوق، عايزة اوريكم السمك بتاعها. بصوا احنا مش عايزينها تبقى تخينة لان احنا مش هننسى ان هي اصلا فيها بيكنج باودر فهترفع شوية. دلوقتي بقى هبدأ اجيب القطاعات بالاشكال اللي انا حباها. مثلا عندي هنا قلوب، وردات، نجوم، اي شكل. وهبدا اقطع كده. قبل ما اقطع انا ممكن احط حاجات عليها من فوق. ممكن احط ايه؟ ممكن احط سمسم، يا اما احط ملح، يا اما الروزماري. ف طبعا الملح انا مش هحط كتير منه عشان هي اصلا عجينه فيها ملح. بس انا هعمل ايه؟ انا هعمل دي بالملح والتانيه دي هعملها نصين كده يعني عشان ابقى عملت من كل الاطعام. زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. رش ملح كده خفيف خالص عشان متبقاش مملحه بزياده وطعمها ما يبقاش حلو. تمام فهبدا اقطعها كده بالقطاعات. تمام بصوا لما بنبقى فردينها على كيس بتبقى اسهل ان احنا نطلعها لما ناخدها يعني ونحطها في صاج او كده. انا معايا هنا صاج فيه مدهون فيه زيت خفيف
تمام. فانا هبدأ احط اللي انا قطعته ده واحدة واحدة كده. تمام، زي ما انتوا شايفين كده هحط يعني كل ده هقطعه بنفس الشكل كده واشكال اللي انا حباها. تمام، وارصهم في الصاج بتاعي وارجع لكم. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت النص الاول، عملته كده كله بالقلوب ده، ده اللي فيه الملح عشان بس اميز كل طعم يبقى بشكل معين. ده النص واحد بس من العجينة بتاعتي عمل معايا كمية. طبعا لسه في الجزء التاني ده برضو هحط عليه الكيس وافرده كويس. تمام، زي ما انتوا شايفين كده فردتها، برضو السمك بتاعها مش كبير قوي. برضو اخترت قطعة مختلفة. دلوقتي بقى بفكر اعمل نص من الروزماري ونص من السمسم. تمام، مش هحط بس كتير، بس يعني هوزعهم كده وهضغط عليهم كده. ممكن اضغط عليهم بالنشابة عشان بس ما يعني ما يبقوش محطوطين على السطح بتاع العجينة ويطلعوا يعني. تمام، وهحط الجنب التاني سمسم. برضو مش هحط كتير، لو حابين تحطوا سمسم في العجينة نفسها من الاول براحتكم، انتوا ممكن تحطوا اضافات كتيرة جدا يعني. وهبدأ يعني برضو هدوس على دول بالنشابة عشان ما فيش حاجة تقع. تمام، وهبدأ برضو اشكلهم معايا قطاع باي شكل انا حباه. هبدأ كده اقطع، هعمل الروزماري ده كده بشكل الوردة. تمام، وممكن كمان اعمل السمسم ده بالقطاعة دي زي الوردة برضو كده. طلع واحدة من دول. تمام، وهحطها برضو في الصاج بتاعي زي ما انتوا شايفين. هقطع بقية الكمية بتاعتي السمسم والروزماري وارجع لكم. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا عملت يعني اللي هو اللي بالروزماري واللي بالسمسم زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا لسه العجينة بتاعتي ما خلصتش، فانا هجيب السكينة اللي هي بتبقى مشرشرة دي كده، او ممكن اجيبها يعني اجيب سكينة عادية وهحاول اقطعها زي مربعات. تمام، هبدأ اعمل كده. اكبرها شوية. تمام، وبرضه هقطعها كده. تمام، الطريقة يعني سهلة، وان يعني واحنا بنقطع بنقطع يعني بالطريقة اللي تعجبنا زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ مثلا اجيب حاجة عشان اطلع بيها واحطهم في الصاج بتاعي.
هرصهم برضو كده كلهم وارجع لكم. تمام، بصوا كده انا عملت كمان المربعات اهي، يعني شايفين كوباية دي واحدة عملت معايا كتير جدا، وكمان انا يعني مستخدمة قطعات صغيرة شوية بس يعني عملت معايا كمية كويسة. عملنا اللي بالملح واللي بالروزماري واللي بالسمسم، حلوة جدا. ودي كده اول طريقة. طبعا هنحطها بقى في الفرن، الفرن بتاعنا هنسخنه على درجة حرارة 170 وهنحطهم جوه الفرن، هحطهم وهسيبها كده تاخد لون وبعد كده هرجع له علشان نعمل الوصفة التانية. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا بقى ايه، طبعا حطيت السناكس الاولانية في الفرن، ودلوقتي جيت عشان اعمل معاكم الوصفة التانية بتاعت السناكس، حلوة جدا وهتحبوها جدا جدا، وبالذات الاطفال لان احنا هنعملها ملونة فهتشدهم اكتر. تمام، اول حاجة هقول لكم المكونات بتاعتنا. معانا هنا كوبايتين دقيق، معايا 3 معالق كبار من السمنة، ممكن نحط زبدة او سمنة نباتي، انا هنا مستخدمة سمنة نباتي. معايا نص كوباية مية متلجة فيها قطع تلج كده، معايا معلقة صغيرة ملح ونص معلقة من البيكنج باودر. هبدأ احط المكونات بتاعتي. حطيت الدقيق، حط السمنة، وهحط الملح والبيكنج باودر، تمام. هقلب دول كده في بعض، هقلبهم في بعض، هستخدم ايدي. تمام، طبعا المية دي اللي انا هعجن بيها، طريقة حلوة جدا. تمام، بقلب اهو كله في بعض كويس جدا. تمام كده، وهبدأ بقى اخد المية بتاعتي وازود منها حبة حبة. حبة حبة كده وابدأ اعجن. هعجن كويس جدا وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا عجنت العجينة بتاعتي كويس جدا. دلوقتي بقى هبدأ اقسمها 3 اجزاء. تمام، وهنا معايا ايه بقى، معايا توم باودر. اول حاجة اقلبه كده واحدة واحدة. معايا التوم الباودر ده اللي هو هيبقى هيدي طعم، دي اللي هي العجينة اللي هيبقى لونها ابيض، هاخد ربع معلقة. تمام تمام، وهعجنهم في بعض كويس بحيث ان العجينة كلها تاخد من الطعم ده عشان ما تبقاش بس يعني ملهاش طعم خالص. هعجنها كويس جدا واغسل ايدي وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا عجنت اهو التوم الباودر في العجينة بتاعتي كويس، هحطه على جنب واخد قطعة تاني. ودي معايا هنا دي مية بنجر، ممكن نستعمل مية بنجر، ممكن بيبقى فيه بنجر باودر بيبقى برضو بيتباع، يا اما الالوان بتاعت الطعام يعني هناخد اللون الاحمر. تمام، احنا دلوقتي هنحط ربع معلقة، يعني احنا بنحط حاجة سايلة زي المية،
فاحنا لو احتاجنا دقيق طبعا هي هتبقى هتسيل لان دي زي ما قلت حاجه زي الميه كده. فلو احتاجنا دقيق ممكن نزود دقيق، هحط شويه كده، حط شويه كمان. فانا هعجن واشوف اللون والقوام وكل حاجه وبعدين ارجع لكم. تمام، بصوا كده انا لقيت اللون بتاع البنجر ده خفيف شويه، فحبيت ازود بس نقطه من الوان الطعام، هو بيعمل لون جامد فبس نقطه صغيره. تمام، وهعجن كويس وارجع لكم. تمام، زي ما انتم شايفين كده عجنتها كويس جدا اهو، وزي ما قلت زودت شويه من الوان الطعام علشان بس اللون يبقى اقوى. اللي ما عندوش بنجر هيحط الوان طعام، واللي ما عندوش الوان طعام هيحط من البنجر، هيزود شويه بس عشان اللون يتقل، وهيزود كمان قدامها دقيقه علشان احنا مش حاطين سوائل فيها كتير فهي بتسيل، فاحنا بنحط دقيقه عشان تفضل ايه في قوامها اللي احنا عاملينه في الاول. تمام، تالت حاجه معايا الكركم، يعني الكركم اللي هو هيعمل لون معايا اصفر كده. تمام، احط كده برضو شويه هعجنهم. زي ما انتم شايفين على فكره يعني انا حاطه السناكس الاولانيه في الفرن ريحتها يعني جميله جدا، يعني مش عارفه اقول لكم اوصف لكم الريحه حلوه قد ايه. بصوا زي ما انتم شايفين كده بعجنه كويس اهو، هعجنه كويس كده. هزود بقى، انا ممكن ازود نقطه كمان من الوان الطعام لون اصفر. تمام، علشان اللون يبقى اقوى. تمام، وهعجنها كويس وارجع لكم. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا لونت دي وده البينك او الاحمر. ومعايا هنا انا حبيت بدل ما اسيب دي كده قلت يعني يبقى احسن لو لونتها، فانا معايا هنا ملون طعام ازرق، احط برضو منه نقطه عشان تشد الصغيرين اكتر. تمام، النقطه منه بتعمل لون كتير، فانا ايه مش هحط كتير بس هعجنه كويس وارجع لكم. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا عجنتها اهو باللون الازرق، بيتهيالي ان انا لما عملتها بالازرق احسن ان هي تكون بيضه، ما يعني ما خسرناش حاجه وطعم التوم لسه فيها ما فيش مشكله. ودول كده كده احنا حاطين فيهم من البنجر والكركم ففيهم طعم، فيعني عشان يبقى كله فيه طعم ولون ويبقى شكله واحد. تمام، دلوقتي بقى هبدا اخد واحده واحده احطها كده وافردها، افردها كده بايدي شويه، وبعدين اجيب النشابه. انا مش هفردها رفيع خالص يعني، علشان انا عايزه اعملها كده صوابع عامله زي صوابع البقسماط كده شويه. بس دول تمام. العجينه دي ما ريحناهاش، اشتغلنا على طول فيها، يدوب عملنا المكونات واشتغلنا. العجينه الثانيه ريحناها ربع ساعه بس. تمام كده كويس، او ممكن كمان افردها سنه كمان عشان ما تبقاش تخينه قوي. عشان هي في الفرن هتعلى سنه، فانا مش عايزاها تبقى تخينه جدا. تمام، انا هظبط كده السمك بتاعها وارجع له. تمام، زي ما انتم شايفين كده انا فردتها، السمك بتاعها مش سميكه قوي، هبدا كده اظبطها ان هي تكون زي المربع. تمام، شيل الزياده.
تمام زي ما انتوا شايفين كده. هجيب السكينه المشرشره دي او ممكن سكينه عاديه، وهبدا اعمل صوابع كده. هحاول ان هي ما تبقاش تخينه قوي، تمام. هعمل بقية الكمية بتاعتي بنفس الطريقة وارجع لكم. تمام زي ما انتوا شايفين كده عملت الاصفر اهو بالطريقة دي. هبدأ اجيب بقية الالوان واعملها بنفس الطريقة الصوابع دي كده وارجع لكم. تمام بصوا كده بعد ما قطعتهم شايفين الالوان بتاعتها حلوة قوي، عجباني جدا بصراحة. طبعا انا لسه في يعني اتبقى من كل واحدة كده شوية صغيرين لسه هعملهم بقى بعد ما اخلص دول. دلوقتي برضه هدخلها الفرن وعلى درجة حرارة برضه 170 نفس اللي عملناه في الاولانية بالظبط. هدخلها الفرن واكمل تقطيع الباقي وارجع لكم. تمام كده زي ما انتم شايفين انا طلعت القراميش اللي هي الاولانيه اللي عملناها في الاول، حلوه قوي وريحتها حلوه جدا. طبعا هي لسه سخنه هسيبها تبرد بعد كده اوريكم هي بتقرمش وكده، اللي بالملح واللي بالروزماري واللي بالسمسم حلوين قوي ريحتهم حلوه جدا وطعمهم اكيد اكيد جميل. فانا بس هيبردوا وبعد كده اوريكم القرمشه بتاعتهم وبعد كده ارجع لكم بعد ما يبردوا والقراميش التانيه اللي في الفرن الملونه تستوي. تمام زي ما انتم شايفين كده الكميه اللي اتبقت معايا قطعتها وباخد واحده من كل لون. هعمل كده شكل جديد مختلف، هلزقهم في بعض هما الثلاثه كده من فوق، تمام. وهعمل شكل ضفيره، هبدا كده اني اضفرها بيبقى شكلها حلو قوي، بس هي هتاخد وقت شويه في السوا، فاحنا يعني هنشوف بعد ما يعني بعد ما شويه كده ونطلعها نشوف. لو هي لسه طريه مش مقرمشه هندخلها الفرن تاني تكمل سوا، لان هي طبعا ايه تخينه كده زي ما انتم شايفين بشكلها حلو قوي ازاي. هعمل بقيه الكميه بتاعتي دي بنفس الطريقه الضفيره دي وهرجع لكم. بصوا كده عملناهم حلو قوي، زي ما قلت هتاخد دي وقت شويه في الفرن عشان هي سميكه، شكلها جميل جدا وعسوله قوي كده، هتشد الاطفال جدا جدا بالشكل بتاع الالوان اللي داخله في بعضها يعني الالوان بتاعتها وكده. زي ما انتم شفتوا ان احنا يعني العجينه بتاعت الالوان دي كميه قليله بس عملت معانا كتير جدا، وبرده العجينه الاولانيه برده كانت كوبايه دقيق واحده بس عملت كميه كبيره. هدخل دول الفرن وارجع لكم بعد ما يستوي. دي كده الستيكس دي بعد ما طلعتها الوانها حلوة قوي وطعمها حلو جدا، وده بصراحة اللي انا لحقته لان ريحتها كانت حلوة قوي وطعمها جميل، فكل يدخل المطبخ ياخد منها واحدة، فده اللي انا حاولت الحقه من الموضوع يعني. وهنا ده اللي هو الضفاير دي بس هي لسه سخنة ولسه شويه طريه، فانا يعني حبيت اوريها لكم بس عشان ننهي الفيديو عشان ما يطولش اكتر من كده يعني يبقى كبير قوي قوي. فطبعا لسه هحطها في الفرن شويه عشان تفضل مقرمشه يعني تتقرمش وكده. بصوا كده حلوه جدا مقرمشه، دي برضو جميله قوي وطعمها حلو جدا جدا. يا ريت تجربوا فعلا السناكس دي هتعجبكم قوي قوي قوي. لو عجبتكم بقى نعمل سلسله كده فيها حاجات مختلفه تاني سناكس كده، يعني نحاول نعمل مع بعض افكار مختلفه عشان نسلي بعض كده.
وزي ما قلت لكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو ده عشان كل اصحابكم يشوفوه ويعملوا التسالي السهله اللذيذه دي. وما تنسوش اللايك وسبسكرايب والكومنت والشير، وباي باي.